ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس تحرير صحيفة الميزان الأستاذ أسامة بورشيلة. مرحبا بك أستاذ أسامة، كيف تقرأ خطاب زعيم المعارضة خوان غوايدو بعد عودته إلى فنزويلا؟ يعني بشكل عام هو يحتمي بالدرجة الأولى بالموقف الغربي والموقف الأمريكي تحديدا، ويعني الشرعية هنا في فنزويلا اليوم شرعية أصبحت شرعية خارجية وليس شرعية داخلية، وواضح جدا أنه قد حصل على تطمينات بأنه لن يتم التعرض له أو أن التعرض له قد يعني يرتبط بتدخل خارجي، ولذلك في النتيجة والمحصلة العامة يعني أظن أننا سنشهد أزمة ستصعد أكثر اليوم في فنزويلا. ذلك أنه يبدو أن الموقف الأمريكي قد حسم أمره باتجاه التغيير في فنزويلا في ظل عجز الأطراف الأخرى خصوصا الصيني والروسي عن موازنة الموقف الأمريكي، حيث أنها الحديقة الخلفية للولايات المتحدة. دكتور أسامة بورشيد، يعني مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قال إن أي تهديد يمنع عودة غوايدو لبلاده سيلاقى برد حاسم من واشنطن، كيف يمكن أن يؤثر مثل هذا التصريح على شعبية الرجل؟ الإشكال في فنزويلا اليوم أن هناك أزمة اقتصادية حقيقية، وهذه الأزمة الاقتصادية مست بكل شرائح المجتمع خصوصا الأكثر فقرا، والأكثر فقرا هم الأكثر دعما كانوا في الحقيقة لنظام سواء شافيز أو مادورو اليوم. لكن ما جرى أنه عندما مس هؤلاء ومست يعني أوضاعهم الحياتية، فإنهم كثير منهم الآن أصبح يبحث عن مخرج من المعضلة التي يعيشونها. طبعا إذا تحدثنا عن النظام الفنزويلي اليوم، هو لا شك أن لديه حجة قوية أن هذا نتيجة عقوبات غربية تحديدا أمريكية حتى قبل الأزمة الأخيرة منذ عام 2000، وهناك عقوبات تفرض على فنزويلا وهي التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية التي نعيشها اليوم. لكن هذا لا ينفي أن هناك خلل كبير في منهج الإدارة الاشتراكي للدولة ولثروات الدولة، وهناك فساد كبير. فأظن أن النظام الحالي اليوم يدرك أن شعبيته قد انخفضت إلى مستوى كبير، بحيث أن المجتمع يبحث عن مخرج من معضلاته الاقتصادية وأزمته الحياتية في ذات الوقت الذي قد لا يكون فيه نفس المجتمع هذا سعيدا بوجود تدخل خارجي خصوصا أمريكي، وهم يدركون أن الولايات المتحدة أصلا متورطة فيما وقع لهم. لذلك يعني أظن أن المعادلة صعبة أمام الجميع، قد لا نشهد تلك ردة فعل الشعبية الكبيرة على التدخل الخارجي وجرح الكرامة الوطنية، ذلك أنهم قد أوصلوا المجتمع إلى مرحلة من الفقر والعوز والحاجة التي قد تضعف أي رد فعل شعبي على وجود تدخل خارجي. لكن في المحصلة مرة أخرى نحن اليوم نتحدث عن عملية يعني حصار مبرمج ومهندس بشكل ذكي جدا. الولايات المتحدة سيطرت على كل ممتلكات وأصول وأرصدة فنزويلا في الولايات المتحدة، بما في ذلك حتى شركة النفط التابعة لها التي توزع النفط هنا في الولايات المتحدة، أصولها وممتلكاتها أصبحت اليوم تحت حراسة قضائية وإشراف كي تذهب إلى النظام إلى رئيس البرلمان. فالنظام الفنزويلي اليوم يعاني من نزيف كبير من ناحية مداخيله التي هي بالدرجة الأولى من النفط، وكلها ستدفع في المحصلة إلى ما يتمنونه من انهيار للنظام، خصوصا إذا ما تخلى الجيش في ظل الوعود التي تطلق لهم بعفو عام ويعني حفظ مواقعهم ومناصبهم. طيب. أظن أنها كلها مبرمجة بشكل كبير، دكتور أسامة، وفي المحصلة قد نشهد انقلابا داخليا. كيف تنظر إلى تعاطي كل من أمريكا وروسيا للأزمة في فنزويلا؟ يعني موسكو تقول إن تبديل الحكومات غير المرغوب فيها أصبح أولوية لواشنطن. صحيح، ولأن الروس يتخوفون من أن هذا قد يصلهم وأنه قد يكون هناك ثورة برتقالية في داخل روسيا نفسها، ولذلك هم تخوفوا من الثورة سواء في أوكرانيا أو حتى في سوريا أو في اليوم في فنزويلا وغيرها. لكن المسألة لا تتعلق فقط بتخوف روسي من أن هذه قد تكون موجات تشرف عليها الولايات المتحدة لإحداث تغييرات في الأنظمة والدول التي لا تتفق معها، هناك بعد آخر. روسيا اليوم
لا يوجد لها قاعده في منطقه امريكا الجنوبيه، امريكا اللاتينيه الحديقه الخلفيه للولايات المتحده، قاعدتها هي فنزويلا. كوريا كوبا حيدت في ازمه الستينيات منذ خليج الخنازير، تم تحييدها بمعادله واتفاق امريكي سوفيتي. فنزويلا هي التي تشكل القاعده اليوم الخلفيه لروسيا في داخل الفضاء الجيوستراتيجي الامريكي. نعم. وهي لها قاعده يعني عسكريه وقاعده استخباراتيه داخل فنزويلا، حتى الصين لديها قاعده عسكريه واستخباراتيه لكن ليس بعدد كبير من الجنود، انما هي قواعد الكترونيه وتجسس الكتروني بالدرجه الاولى والفضائيه. ولذلك هناك الروس يحاولون ان يحافظوا على هذا الوجود في الحديقه الخلفيه لواشنطن، من ناحيه واحد استعراض القوه اننا قوه عظمى، طبعا هم لا يملكون الامكانيات لكي ينافسوا الولايات المتحده كقوه عظمى، لكن وجودهم هنا يقول هذا انا موجود حتى ليس فقط في الشرق الاوسط في مناطق قريبه، لا انا موجود حتى في الحديقه الخلفيه للولايات المتحده. نعم. فهم ينظرون الى هذه المعادله ضمن التوازنات القائمه خصوصا في ظل الحصار الامريكي لروسيا سواء من ناحيه اوروبا الشرقيه او من ناحيه القوقاز وغيرها، فاذا هم يحاولون ان يخلقوا هذا التوازن الوهمي، لكن هذا التوازن الوهمي يبدو انه في طريقه الى الوصول الى النهايه، لا يعني هذا ان الولايات المتحده ستنجح قطعا في فنزويلا، لكن يبدو ان الامور تسير باتجاه نجاح المخطط الامريكي لتصفيه سواء المعسكر اليساري والثورات اليساريه والمد اليساري في المنطقه، وبالتالي تصفيه الوجود الروسي الصيني، لان روسيا والصين استثمرتا مئات الملايين من الدولارات في فنزويلا، والصين تحديدا استثمرت اكثر من ذلك بكثير في البنيه التحتيه، خصوصا وان الديون الروسيه الصينيه لا تدفع، لا يوجد اموال لدى فنزويلا لتدفعها، فيتم دفعها عبر النفط الفنزويلي، بمعنى انهم خصوصا الصين تحصل على نفط مجاني من فنزويلا مقابل الديون الاخرى التي لها على فنزويلا. فاذا نحن نتحدث عن لعبه جيوستراتيجيه في المنطقه، لعبه شطرنج معقده، لكن الأوراق الأقوى بيد الولايات المتحدة وليست بيد روسيا والصين. نعم. من واشنطن رئيس تحرير صحيفة الميزان الدكتور أسامة بورشيد، شكرا جزيلا لك.